انا عشت الحياة اللي انت كلكم يعني اغلبنا بيسعى فيها، بس اقسم بالله السلام النفسي وربنا جميل. اي حد في الدنيا هيديك هيخليك تقرص على نفسك ان انت تعمل حاجة غلط، ابعد عنه ايا كان مين هو. وحاجتين تعملهم في حياتك، تقرب لربنا اوي وتبعد عن الناس الوحشة. ما تطلعش مجهودك كله في الايفون بتاعك وفي لبسك، اشتغل. تقعدش تدور على مصلحة اثار، تقعدش تدور على مصلحة شمال. انا مش شيخ والله، بس انا مبسوط قوي ان انا علاقتي بربنا بقت جميلة كده. تستعجلش على الحرام، تستعجلش على الفلوس. الحاجة الوحيدة اللي بسطت لها وانا عندي 34 سنة ان انا مش هغضب ربنا خالص، اقسم بالله ما هغضب ربنا ولا هستعجل. ربنا احلى احساس في الدنيا كده، تقعد تجري عشان تصلي وتدعي ووش ينور عشان صليت. الصحبة، ما تصحبش حد وحش، اقسم بالله ما اعمل حاجة حرام تاني، اقسم بالله ما هيحصل. رغم ان مصر كلها محللة اللي انا بقوله، بس انا استحرمته. Likey.